أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد انقشاع ضباب ونسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية، في الأجواء تصبح مغشات لكن سحب ركامية رعدية مطيرة ستخص المرتفعات والهضاب قول خلال الأمسية، مرفوقة بأمطار على شكل زخات إن شاء الله. هذه الأمطار ستلتحق على شمال الصحراء، أقصى الجنوب، مرتفعات الهوغار والتاسيلي. 18 درجة خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد على كل من سطيف، كذلك قلمة، ميلا، خنشلة، سوق هراس وحتى على باتنا. 21 درجة على السواحل، ننتظر 28 درجة على الخط الرابط ما بين تندوف بشار، غردية، بسكرة، المغير، توغورت وحتى على إليزي. ترتفع غاية 31 درجة على مقياس على الصحراء الوسطى ولن تتعدى 23 درجة على الطام نرسد. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى إن شاء الله تبقى فصلية تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية مع نسبة رطوبة عالية، ننتظر مقاييس ما بين 30 لغاية 34 درجة. ترتفع لغاية 39 درجة على غليزان مع سكار شلف حتى جنوبا على جانات، 43 درجة على إليزي، 45 درجة على تندوف، لكن ترتفع طقس حار سيخص الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب، درجات الحرارة تقارب تحت الظل 46 درجة. أما البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر هادئ وجميل على الواجهة الساحلية الغربية، لكن من هادئ إلى قليل اضطراب على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، رياح ضعيفة غربا وشرقا لكن معتدلة على الوسط لتقارب 40 كيلومتر في ساعة، درجة حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة مئوية. الشمس اليوم الغد إن شاء الله نهاية الأسبوع على موصل العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:23 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.